الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فدرسنا اليوم إن شاء الله في موضوع عظيم وكبير وخطير وفريد في حياة الإنسان وشديد، وفيه أمور عجيبة وأحوال، منها ما يعانيه الإنسان المحتضر، ومنها ما يراه من حضره. هذه الساعة اسمها ساعة الاحتضار، ساعة الأجل، ساعة الموت، ساعة النزع، ساعة الإدبار من الدنيا والإقبال على الآخرة. ما يمر بالإنسان أشد منها أبداً في حياته، هي آخر لحظة وهي أشد لحظة، عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت وكرباته. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ خرقة حوله ويجعلها في ماء بارد إلى جانبه، يبلها ثم يمسح بها وجهه. ورأت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنبي صلى الله عليه وسلم من الشدة، شدة النزع والكربة، فقالت: واكرب أباه. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وهذا إقرار بالكرب الشديد. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إني لا أغبط أحدا على سهولة الموت بعد ما رأيت من شدته على النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس بلاء الأنبياء عليه الصلاة والسلام، الأمثل ثم الأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فهذه الساعة ثبتنا الله وإياكم عندها، وجعل نقلتنا فيها من الدنيا إلى الجنة، وأعاذنا من الفتنة عندها، فإن الإنسان يتعرض لفتنة شديدة عندها. هذه الساعة يجتمع على الإنسان المحتضر شدة النزع، نزع الروح من أجزاء الجسد، قد تكون في ثواني، وقد تكون في دقائق، وقد تكون في ساعات، وقد تكون في أيام، قد يمضي على الإنسان 3 أيام وهو يحتضر. والبر والفاجر كلهم يبتلى بهذا، ولله الحكمة في هذا، ولذلك شدد على النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، وهو إمام الأمة، وهو أفضل خلق الله وأحبهم إليه. هذه الساعة يجتمع الإنسان فيها نزع الروح من ذرات الجسد، من أطرافه، انفصال، وهذا شديد. ويجتمع فيها ضيق أو مضايقة من حوله له، لأنه يعاني من الكربات والسكرات، وأهله الذين حوله والأطباء وغيرهم يفاجؤون به ويرتبكون ويتصرفون بغير روية فيؤذونه. حتى المحب الناصح ربما يكون أحمق، يقول: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله، يقول لا، لأنه يعالج ويعاني ما لا تعاني أنت، ما تدري، كأنه يقول: اصبر علي، اطمئن، امهلني. فيكون في شدة عليه من هذا الجانب أيضا. يحضره الشيطان ليفتنه. قد روي في سيرة الإمام أحمد رحمه الله
أنه في الموت يخاطب يقول بعد بعد، قيل له من؟ قال الشيطان يقول فتني يا أحيمد، يعني ما فتنتك؟ فيقول له بعد بعد حتى الآن يعني ما مت. وتحضره ملائكة الروح الذين يقبضون روحه، فإن كان من الأخيار جعل الله وإياكم منهم، جاءته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، وآنسوه وخففوا عنه من كربته، وإن كان الآخر والعياذ بالله الفاجر تأتيه ملائكة سود الوجوه سود الثياب منتن الريح معهم كفن من النار وحنوط من النار. فالميت يعاني، يرى أمورا تكشف له من الغيب ما يراها من حضره، وتأتي المؤمن بشارات من الله جل وعلا تطمئنه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أول شيء عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وإن كان الفاجر فهو تأتيه الملائكة التي تقبض روحها في أسوأ صورة وأغلظ أسلوب، حتى يقول أخرجي يا أيتها الروح الفاجرة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. والأرواح الملائكة تقبض روحها وإن تقول أخرجي إلى ربك راضية مرضية، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فهذه حالة ما تعرف إلا من جهة الشرع، جهة نصوص القرآن العظيم ونصوص السنة وكلام السلف، ومن عاين أحوال الموتى ومن تحدث معهم بعض الموتى وهم في حال النزع يسألون إنه في حضور غير عادي ما هم من الناس، ويسألوا ويخبرون عن أمور يرونها هم تكشف لهم، ويرى من انزعاج الفجار الشيء المخيف، ويرى من طمأنينة الأخيار ما يغبطهم الإنسان عليه الحاضر عندهم. فهي حال عجيبة وفريدة واحدة فقط تمر على الإنسان، وهي حالة الانتقال من الدنيا إلى البرزخ ثم الآخرة. وهي عجيبة لأن فيها عجب، فيها أمور ما يتصورها العقل، فيها مفاجآت وفيها أحوال. فالروح تنسحب من أطراف الإنسان، لذلك يكون معه أحيانا حرارة، وأحيانا يكون معه نعاس وشبه إغماء ويقظة، ويسمع لنفسه جرجرة لروحه في صدره وفي حلقه، ويحصل له اكتئاب، بعض الناس اكتئاب وقلق، ويحصل معه سآمة وملل وانزعاج، وبعض الناس يحصل له اطمئنان واستبشار. فهذه أمور غيبية ما يحكم عليها، فيكون هذه من المظاهر التي تعرض للإنسان. وتصور إنسان حضره الملائكة أول مرة يراهم بعينه، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، نسأل الله السلامة من العذاب، في حاله يعالج النزع، نزع الروح من الجسد من ذرات الجسد. وجاء في هذا إن روح الكافر تتفرق في جسده وتنزع منه كما ينزع غصن الشوك من الصوف المبلول بشدة، ويكون محظورا من الملائكة المقربين عند المؤمن، ومن نسأل الله العافية ملائكة العذاب عند الفاجر، ويحضره الشيطان ليفتنه
ويغره ويجعله يموت على أسوأ خاتمة، ويؤذيه تصرف من حوله وهم لا يشعرون بظرفه وحاله. ومعالجة أمور جديدة عليه مفاجأ بها هو. ولذلك إذا نزعت الروح وخرجت من فمه شخص البصر، لأنه رآها، رأى الروح في كيفيتها التي يحتملها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح أن الروح إذا خرجت تبعها البصر، ولهذا يحتاج الميت إلى تغميض عينيه بعد الموت ما دام جسمه لينا وجلده لينا حتى لا يبقى في صورة مشوهة. فأمورها النزع شديدة وعجيبة وغريبة، وفيها أحوال وتقلبات، وفيها بشارات، وفيها وعيد ونذرات، ويختلفون الناس فيها من شخص لآخر. ومن الناس من تنزع روحه سواء كان برا أو فاجرا في ثواني أو دقائق، والله أعلم بالشدة فيها، لأنه إذا ضاق الوقت وقل صار أشد بعد. فموت المؤمن، موت الفجأة للمؤمن شهادة، وللفاجر نسأل الله العافية أخذت أسف، أخذت غضب وسخط وعقوبة، مع أن وقتها يكون قصير. وهكذا إذا طالت فله حكم، يجعل المؤمن في تكفير خطايا وموجب رفع الدرجات وفي حسن خاتمة وفي كذا وكذا، ويزاد في عذاب الفاجر، ويعطى نموذجا ما سيمر به في رحلته من الدنيا إلى الآخرة. فهي ساعة ينبغي أن تكون على بال الإنسان العاقل، وينبغي أن يستعد لها الاستعداد اللائق بها. ومن ذلك أن يصاحب كلمة التقوى والعروة الوثقى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى يعتادها ويذل بها لسانه ويطمئن بها قلبه، وتكون مألوفة له في أوقات الشدة، ويسهل عليه أن يقولها في أوقات الشدة. هذه هي الصديقة الحميمة الوثيقة الحبيبة التي تصاحب المؤمن. فعود لسانك عليها، وعود نفسك على إلفها، وعود قلبك على الأنس بها، حتى تحضرك في وقتها وتسر بها وتغتبط بها وتسهل عليك وتكررها بطمأنينة. هكذا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة أم من النار، أم من النار. فانتبه لهذا. قيل لوهب بن منبه رحمه الله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، يعني حتى المفتاح الإلكتروني له أسنان، أرقام وخصوصية. فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك. فلذلك انتبه لها، مفتاحها أو أسنان لا إله إلا الله هي الاعتقادات في القلوب، فإن كانت صحيحة نفعت، وإن كانت باطلة ضرت وأهلكت. مفتاحها أو أسنانها الأعمال في الدنيا، فإن كانت صالحة حضرتك عند الموت وطمأنتك وأفرحتك واغتبطت بها، كانت من أسباب تخفيف الموت عليك على شدته، وإن كانت خلاف ذلك صارت بلاء عليك وكرب وشغلتك عن لا إله إلا الله. ذكر ابن القيم رحمه الله وإيانا في كتابه الدواء الشافي لمن سأل عن
الدواء العلاج الشافي الدواء الكافي لمن صار العلاج الشافي حالات من حالات النزع، ومنها السيئة إن إنسان كان شحان يسأل الناس مع غناه، فلما قيل له قل لا إله إلا الله قال فليس لله فليس لله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، يشحذوه يموت. والثاني كان يبخس الناس في الموازين، يبرد الموازين من أسفلها حتى تكون أخف من مظهرها وما كتب عليها، يبردها بمبرد، فقيل له قل لا إله إلا الله فلم يقل. ما لك يا فلان؟ قال إن كفة الميزان على لسانه ثقيلة أثقل من الجبل، ما يستطيع يرفع لسانه بقول لا إله إلا الله. وذكر نماذج، ورؤي من هو عند النزع يغني يغني ويضرب بالوتر، والطنبور وغير ذلك كأنه بالحياة، ما هو يم الناس اللي يقول له قل لا إله إلا الله، والآخر قيل له قل لا إله إلا الله قال لا لا هو كافر، لأنه ما يذكر الله ولا يصلي ولا يصوم ولا شيء. فهذه أحوال وهي عارضة وتكون ترجمة عن ماضي حياته ودلالة على مستقبل حياته، إن كان صالحا فتكون صالحة وإن كان فاجرا تكون فاجرة ومخيفة وخطيرة جدا. فأحد يعرض عليه عند الموت أحسن عمله يطمئنه ويفرح ويغتبط وينقاد بسهولة، وأحد نسأل الله العافية يعرض عليه أسوأ عمله يسوءه ولا بد له من الموت وينقاد رغم أنفه. فلينظر الإنسان في عمله فإنه قد يعرض له. ثم أمور الغيب مخيفة، رؤية ملائكة الرحمة مطمئنة ورؤية ملائكة العذاب مخيفة ومزعجة، مع شدة النزع مع كذا. كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالتين من أحوال النزع، حالة المؤمن الذي يطمئن على مستقبله، وأنه وهو في سياق الموت تقول له الملائكة ملائكة الرحمة وتفتح له تريه، يرى ببصره قبل خروج روحه، يرى مقعده من النار أولا، يقال انظر هذا مقعدك من النار، ثم يقال التفت فيرى مقعده من الجنة، يقال انظر هذا مقعدك من الجنة، فمقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فلا يكون غائب أحب إليه من الموت لو كان أشد شيء. ليش؟ لأنه اطمأن على مستقبله. والفاجر بخلافه تقول له ملائكة العذاب انظر هذا مقعدك من الجنة أول شيء، ثم تقول انظر إلى مقعدك من النار، هذا مقعدك من النار، فمقعده من الجنة أبدله الله به مقعدا من النار، فلا يكون غائب أبغض إليه من الموت ولا بد له منه. فلذلك هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها تستفسر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت يا رسول الله أهو الموت؟ فكلنا نكره الموت. ليش؟ لأن المؤمن يريد أن يمهل ليستعتب ويتوب ويعمل عمل صالح، والكافر لا يريد الموت ويريد أن يمهل في الدنيا أبد الأبد وليس بممهل. قال لا يا ابنة الصديق، ولكن المؤمن إذا كان في إقبال من الدنيا إجبار من الدنيا وإقبال من الآخرة أري مقعده من النار ثم مقعده من الجنة، والفاجر يرى مقعده من الجنة أول ثم مقعده من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
فحالة الموت وحالة النزع حالة فريدة ما تمر بالإنسان إلا مرة واحدة، وفيها أمور عجيبة وأحوال غريبة وأشياء مبشرات وأشياء مخيفات، فلا بد من الاستعداد لها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الله ثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين أعاذنا الله وإياكم من الضلال، ويفعل الله ما يشاء. وهذه مقدمة للبرزخ، والنموذج فيها ينبئ عن حال القبر وحال الآخرة عرصات القيامة والمآل في الجنة أو في النار. أجر الله وإياكم من أرجع وإياكم من أهل الجنة، فلا بد من الاهتمام بهذا مستقبل لا بد منه. الناس الآن يهتمون بأمر الدنيا بدقيقها وجليلها، ولا أحد إلا ما رحم ربك يهتم بأمر النزع وأمر القبر وأمر عرصات القيامة وأمر الصراط وأمر الجنة والنار. أنا سألت أناس الأيام هذه ممن قرأوا القرآن وممن سمعوا الدروس وممن كذا وكذا، ما هي الأسئلة التي ترد عليك في القبر؟ ما أجاب أحد، ما يدري، ما ذكر الأسئلة، ناسيها، لأنه كما يختبر في الدنيا ينسى أسئلة العام الماضي واللي قبله، وهي أسئلة ضرورية والإجابة عليها أشد ضرورة. فإن كان صوابا اطمأن الإنسان على مستقبله، وإن كان خطأ فهو يشقى بمستقبله والعياذ بالله. فيسأل الإنسان ثلاثة أسئلة ما عليها زيادة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هالسؤال هذا في القبر ويوم القيامة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبر يأتيه ملكان أزرقان أخضران أسودان فيقعدان فيسألان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. يسأل سؤال ثاني: كيف عرفت ذلك؟ فيقول: قرأت القرآن وعملت بما فيه. فيقال: نعم، قد علمنا إن كنت لموقنا. فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ونعيمها، فيقول شوقا إليها: ربي أقم الساعة، يعني هالحين. ليش؟ لأنه اطمأن على مستقبله. أما الفاجر فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيء فيقول، فيضرب بمرزبة من حديد غليظة شديدة صلبة يسمعه من يليها الحيوانات والطيور والسباع وغير ذلك، إلا الجن والإنس ما يسمعونه. دي حكمة: أول شيء إنهم قد يعيرون أهله، وثاني إنهم هم يفزعون، يكون إيمانهم اضطراري ما هو اختياري. يصرخ صرخة شديدة يسمعه من يليه، وقد رؤيت الإبل تجفل من القبور، تنفر من القبور لأنها تسمع عذاب أهل القبور. فيقول الفاجر: ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة شديدة عظيمة صلبة يصرخ صرخة يسمعه من يليه إلا الثقلان، ولو سمعوا لصعقوا. وإذا أري مقعدة من النار قال: ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم من ما بعد أشد. فهذه حالة لا بد من الاستعداد لها، ولذلك أكثر الله تعالى ذكر الموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر الموت، ويقول: أكثر ذكر هذه من اللذات، ولا تكاد تخلو خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الموت والإشارة: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولا تسألن عما كنتم تعملون. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم.
أمر الموت أمر عظيم وكلنا قادم عليه، نسأل الله حسن الختام، نسأل الله عز وجل التثبيت، ونعوذ بالله من الضلال عند الموت والفتنة عند الموت، ونعوذ بالله من الضلال عند فتنة القبر، امتحان القبر، الفتنة الامتحان. فهذا أمر لا تنسوه، اجعلوا على بالك، مستعدوا له بكثرة الذكر، ذكر الله جل وعلا، بالأعمال الصالحة وبالصدقات وبحب الخير وأهل الخير وبغض الشر وأهل الشر، وبمحاسبة النفوس قبل المعاينة. حاسبوا أنفسكم، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن، وتأهبوا العرض على الله يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. ويكفي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فهكذا ينبغي، الأمر عظيم وخطير، كلنا قادم إليه، وربما إنه في لحظاتك هذه ما تدري كم من إنسان توفي وهو يتكلم، وهو يشرب، وهو يأكل، وهو عند إشارة المرور ينتظر العبوه، وهو يضحك، وهو يمثل تمثيليا، وآخر يلقي الدرس في المسجد، آجال مغيبة إذا حضرت خلاص نفذت، ما تأخر ولا ثاني واحدة. فلا يغني طول الأمل عن الأجل، لا ما يغني، انتبه أنت، خذ استعدادك قبل الموت. ولهذا قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصدقة، أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فالأمر شديد، أمر الموت شديد، ولا يأتي إلا بغتة، لا الماء المريض يدري أنه يموت ولا الحي يدري متى يموت، نفس الشيء. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حتى آخر الدهر، حتى آخر ما كتب له. أمر الموت أمر عظيم، والكل قادم عليها، البر والفاجر، جعل الله وإياكم من الأبرار وأجرنا من حال الفجار. ولا بد من الاستعداد، اقرأوا كثيرا عن الموت، اقرأوا في مصنفات، ويكفي أنك تكتب في الانترنت عن حال الاحتضار وما ينبغي عندها أو لها، وما ينبغي لمن حضر المحتضر، يظهر لك شيء من كلام أهل العلم ومن غيرهم ومن غيرهم. لكن أنت خذ كلام أهل العلم والفتوى الذين يتلقوا العلم بسند، والذين هم الكبار والثقات والمراجع الشرعية في الفتية أهل السنة والجماعة، لا تأخذ دينك على المجاهيل. هذا شيء مهم، والعناية به تدل على التوفيق وعلى الفطنة وعلى السداد الرأي وعلى رجاحة العقل وعلى الاستعداد لما بعد الحياة. والإعراض عنها غفلة، وهذه حال الغافلين، والغافلون يؤخذون على غرة وينقلون والعياذ بالله شر نقلة. وللحديث صلة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.